السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة الرابعة من تختيم لعبة سايلنت هيل 2 ريميك. قبل لا نبدأ كالعادة لا تنسوا اللايك والاشتراك في جرس التنبيهات. خلونا نكمل اللعبة. مرحبا بكم من جديد. في الحلقة اللي راحت في نهايتها وصلنا إلى المستشفى وقاعدين ندور على لورا. طبعا أذكر أن قسم المستشفى شوي طويل، بناخذ راحتنا فيه ان شاء الله. يعني طلع في شيء جيمس. اوكي مال السيف. The director requested the files of the three crucial patients. You know which ones. Could you please bring them to the office? Okay. Due to repeated instances of keys getting misplaced from this point forward, they are to be returned to the locker at the end of every shift. All the staffs are required to memorize the bad lock combination and are not disclose it to anyone but authorized personnel under any circumstances. اللي هو هذا الخزانة اللي داخل المكتب ده. In case of any problem, report to the head nurse in examination room 3. اوكي ايش حط؟ اوكي ذا باد لوك اللي هو الخزنه. ايش فاضي في المستشفى؟ فاضي دقيقه، في مفاتيح يعني؟ ها اوكي في مفتاح. اوكي احتاج مفتاح. هذا مقفل قفل كالعادة. احتاج اجرب قفل. اوكي دكتور هيوز، دكتور اتكنسون ان ذا جاردن في الحديقة. ماريا صوت جوتيش مزعج. هذا وين؟ هذه حمامات كأنها. اوكي لوكر روم، غرفة اللبس. هذا مقفل فما يبينا نروح يمين. Brookhaven Hospital سنة 1920. Examine room 1. نبغى احنا examine room number 3. Remember if you experience poor appetite or significant weight loss, insomnia or hypersomnia, loss of interest or pleasure in usual activities, feeling of worthlessness, diminished abilities to think or concentrate, contact your healthcare provider immediately. Oh, Laura. There. Laura, wait. It's okay. We don't want to hurt you. Little shit. She run from us? I don't think she likes me very much. But why? I don't know. آه دي أروح هنا قبل لا أروح للورا. الليفت ما يشتغل. إيه؟ قفل يعني ما جينا هنا عشان الليفت بس. هذي وين؟ Examine room 3. What was that? Not sure. Oh,
Okay, wrote it down for you in a way you should finally be able to remember. Once you're in the lobby, just look around. Now remember. Nurses, doctors, trees. هذا ليكون حل اللغز. دقيقة خلينا نشوف ونروح لللوبي. وش أشر؟ Nurses, doctors, trees. خلينا نروح لللوبي ونشوف وش السالفة. اللوبي هذا هو اللوبي. دكتور اثنين رقمين على ترتيبهم. ها دقيقة ترتيبهم. nurses doctors trees. سبعة. اوكي سبعة اثنين. You looking for something in these photos? Yes, I am. سبعة اثنين وباقي الأشجار هذا هنا أربعة. سبعة سبعة اثنين أربعة. سبعة اثنين أربعة. Second floor? Basement. Oh, of course. Oh, أتوقع ال ما نقدر نحق لورا بس خلينا نروح نشيك. This place feels so. أتوقع ال شو اسمه؟ More than the other places we've been. الطابق الثاني مسكر أو لورا سكرته بس بروح أشيك إني ما شيكت. أتوقع سكرت الباب. يب. فالحين اخذنا مفتاح ال شو اسمه القبو قبو المستشفى فاني اروح للقبو القبو. عندنا رصاص يكفي للممرضات. نايس. alright. خريطة البيسمنت اوريدي هذا مقفل. هاي بغينا نشغل الكهرباء. اوكي doesn't work. شوف لنا مكان ثاني حتى هذا مقفل. محرك. يبغوا شو اسمه فيول. ضربتني احمر بخصص المسدس. شراب على طول نستخدمه ما استفدنا شيء. اوكي هاي مكان ظلمة بزيادة. اه
اوكي هذول الاعداء عاجبيني في الريميك صايرين يخوفوا اكثر. اوه حصلناه امتي فاضي، بس الحين نبغى نحصل الوقود عشان المحرك عشان نشغل الكهرب نفتح نشغل الاليفيتر او الليفت. Running low, bleach, white laundry, detergent, starch, white sheet. The amount of bleach you use is getting ridiculous and the sheets are not getting any whiter. I won't ask questions, just end it. Okay. ايه انا كنت برا صح؟ طيب ودينا شكله مكان غرفة مسكرة نبينا نروح الا من هنا. اركب. Don't worry. I'll be right back. Better. اوه هذا هو؟ اوكي. ما يكفي؟ فاضي؟ اه اكو معبية غيروا اسمها كانت فاضية الحين مكتوب من عبية. بروكن هيفن هوسبيتال 1932 اسمع الأعداء. موريا وين رحتي؟ آه بسم الله. لا تهالة بس نايس هذا عشان بس الشورت كات. I think they're gone for now. شصوت. Oh my god مامات. مار. خلصنا صح ما في شيء اوكي بطلوا شو اسمه البنزين او الديزل او whatever. شغله بس دقيقة ما في مكان نروحه ها؟ اوكي كله مسكر مسكر اوكي خلينا نروح من هنا. اهرب 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 اوكي اللفت شغال نايس كم طابق موجود طابقين بس هذا المكان اللي كنت فيه صح يب اوكي خلينا نروح الطابق الثاني
كده احسن. كده احسن يعني نشوف جمالش. اوكي جو المطر جوي بس داخل المستشفى احنا للأسف. جو المطر جوي. فيش ماريا؟ ماريا؟ مرة واحدة تابعت. You okay? I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Hangover هذا الشعور اللي يحسوه بعد ما يشربوا. You should rest. اليوم اللي بعده. من هالخراب يطلع عندهم. متأكده شوف الوسخ. يلا. I'll be back as soon as I can. James. I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. ندور عليها ولا ما حصلناها. Back soon, okay. إلا تذكرتش. في أي غرفة؟ Sorry, I just need a moment. I'm alright. I'm just tired. اي ما شيكنا ماريا موجودة في الغرفة سي خمسة. انا شيك الغرف اول شي. Take care of what matters most, leave the rest to us. Toluca Palliative Care Center. أنا عادة سوي سيف سيف. عجبني إن الريميك شو اسمه سايلنت هيل كأنه ما في ما أدري والله كأنه ما في شو اسمه أوتو سيفز. اللعبة تحفظ بنفسها. هذا يخليك يعني انك تخاف انك تموت. يحتاج شغل الالعاب القديمة. هذا الحمام. عندي 100 طلقة. نايس. هذا الدرج اللي جت من اللورا انها النافذة المكسورة سي 2. اوكي ما المكان فاضي ما في شيء. قفل اتوقع. اوكي نرجع نروح من هذه الجهة. Now,
berries they know. أول ظهور للممرضات. نحتاج المسدس لهالأعداء. خلينا نشيك على هذا المكان كامل قبل لا نروح. كان نشوف ممرضة ثانية هنا. والله كأني شفت ممرضة ثانية وأنا قاتل هذه. على أي رقم سري هذا؟ وين؟ نيرس ستيشن، محطة الممرضات. The code has been reset to what we agreed on during yesterday's meeting in the doctor's lounge. Like I said, I don't want anyone writing it down on little pieces of paper for me to find it. Be responsible, people. The code, okay. فوين الحين؟ الحين ما فهمت فوين. Hey. Oh, lift هنا منتهي. Yep. Okay. سكر. غرفة غسيل. اوكي. اعطوني شاتجن كثير. نشوف اكويبمنت. شاتجن عندي بس 4. اوكي. خلينا نفتح هذا الباب. في شيء ورا. Patient interview transcript. I know an annotation. The following interview was conducted with in response to incident 071. I remember lying in water, empty, and then I felt him stare. He was close, very close. I had to get out, had to get away, but he followed. He kept staring, so I made him stop. Now I'm empty again. Can we go back to the pool? Sora? No? Okay. It's out. صوت الحمارة. دقيقة بس. Yeah.
What? Huh. علاش بكت عنكبوت؟ اوكي رجعنا هنا مرة ثانية. اوكي فتحنا الشورت كات، فتحت الشورت كات بعد. يا الله ونكمل نقفل اغلب شيء. لا نقفل. اوه سجل. Hopeless cases. Kill them, قال. عندنا مفتاح ويحتاج ايد ماسك المفتاح بيحتاج ايتم. او دقيقة. اوكي. باب يحتاج مفتاح. سوي سيف. اخ نشيك على هالوراق. Patient number 50, designation, patient room C1, initial symptoms, sudden outbursts of aggression, ONF, visual and auditory hallucinations, current diagnosis, current therapy is considered effective, and provoked outburst decline, social interaction. What did I miss? Recommendation, continue with the current therapy. It's used to... Patient 90, room D1, symptoms, sensory... Bathing required to be carried out in the treatment room. Oh, أشار على شيء. آخر شيء 130, room number S3 كانت. حركوا إلى L1. Initial symptoms, intense and unrelenting anxiety. Current diagnosis symptoms have intensified into full-blown paranoia. Visual hallucinations, recommendations, increased medication, can't be left alone. Move to L1 for closer monitoring. شاني راقبوا. Okay. توقع يبغون نروح نشوف هالغرف. وش ورا هالستارة؟ بازل اكيد. ما شاء الله نايس. اوكي نو ايتم في شناغس. وش صار؟ اوكي نرجع حقها بعدين. الحين نركز على الأماكن اللي قاعد يسوي خشخشخشخشخش. وين سويت الخشخشخش يا ليان؟ ليان جيمس. البركة في المستشفى، رسم العين اللي حصلناها. نكمل ونشوف. امزح هي الممرضات، استخدم المسدس.
جانا هنا وين صوت امزح يا الممرضات بس لا نستعجل نستخدم كل الامو عليهم نقفل قبل ما نروح في هالممر المظلم اوكي اتوقع مكان اللغز هذا بس جيمس ما سوى فيه شيء ما كتب شيء في الخريطة قفل اوكي تقريبا خلصنا الطابق هذا الطابق الثاني هذا يودينا للدرج ممكن نستخدم الدرج عشان نركب وننزل اسمع صوت في الدبدوبي هذا مفروض يكون فيه الابرة صح اح إبرة أوكي إبرة معوجة أوه give me press left to equip handgun left shotgun تحت try me bitches خلينا على الهاندجن ايه انا نسيت وين طلعت اوكي نقفل خلينا نفتح الشورت كات شو الاصوات هذي اوكي نو اوكي الدرج هذا بس خلينا شايك على باقي الغرف يا بالله راح باقي غرفة على اليمين صوت وين جاي هالصوت وين احنا الحين احنا في محل راحة الممرضات بس اوه مفتاح L1 غرفة L1 دقيقة اصلا وين غرفة L1 عندنا L2 وين L1 L2 L3
ما انا شايف. اوه الوان هادي. اوكي اوكي حصلنا الغرفة. كاين مكان ظلمة ومعفوس مرة. الصوت هذا ها؟ وين نبغى نروح؟ يبغون نسحبك إلى مكان. آه إلى هنا. أوكي مذكرة. They brought in the girl today. Poor thing hasn't said a word. She just sits there, head in her hand, sobbing and quivering. I moved her to the corner bed. Seems to have calmed her down a bit. She even smiled at me, I think. Okay. I want to run in. أنا قاعد أسمع بلاوي. اسمع صوت. وين؟ وش الصوت هذا؟ يعني قاعدين يلعبوا بأعصابي. اوكي لو رحنا من هنا وين ودينا؟ جين شو في السوق بتنزل؟ Alright. يعني كيف خطر في بالك انك تنزل من هالمكان؟ لو على كيف تسوي الحين؟ يا مجنون. اوه هذه خزانة كبا خزانة. اوكي احنا في الطابق الاول. اوكي نقفل. وين غرفة احنا الحين؟ medical research records. شو اسمه الملفات الطبية او سجلات. او عليها ارقام. هذي حق ممكن اليد اللي شفناها. تخوفني يا حمار.
تايب رايتر. لا طق 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 طق. وين طلعنا هذا؟ رجعنا الى الريسبشن. اوكي الحين انا وش استفدت؟ عندي اي ايتم خليني اروح كومباين مع ايش؟ مع هاي ثانية. اذكر انا خليني اروح نشيك على ماريا عشان لا تزعل. قبل لا اروح خليني الاحظ هل في مكان انفتح او شي جديد انفتح. اوكي لحد الان هذا مقفل. لو ما شفت عليها تعصب تالي اتوقع. How are you doing? I'll be okay. Just need a bit more rest. كيف تحتاج انها ترتاح شوي؟ Thanks for checking up on me. No problem. It's very sweet of you. Yeah. Get some rest. I'll be back soon. الحين. Okay, L3. ما فتحنا. هذا الباب كان مقفل صح؟ ايه ما في شيء شغله بس اما وهالحاجات. دقيقة هل قالتنا غرفة الدكتور في الرقم السري اللي فيها الايد؟ اتوقع لو رحنا مرة ثانية وشيكنا غرفة الدكتور اللي فيها الايد دكتور سافيس. هلا نروح غرفة الدكتور او مكتب الدكتور. هذا هو وجينا. Move, rotate. Move. Move. Okay, نحتاج اثنين زيادة. الرقم السري في غرفة الدكتور. دقيقة بما ان شو اسمه خلينا نروح الدرج اللي حصلناه مفتوح هذا. اوه هذا بيطلعنا من الجهة الثانية للمستشفى. اوكي نايس. رسومات لورا. نشوف الطابق الثالث مفتوح. Hey, are you okay? Don't be afraid. I just want to talk. بس ما نقدر نعبر من هذا الباب. لازم ندور أو نشوف لنا طريق ثاني. هنا موجود روم دي اكس راي غرفة الأشعة والدرج.
تقدر تسوي سالفك اكو تقتلهم ضربه واحده. اوه بالي اجربه مره ثانيه اذا كده بنحفظ بنحافظ على الامو مره. هذا يودينا للصدح. يبغى لنا مفتاح. اوكي observation notes patient number 90 day 1 patient transferred for observation malnourished shallow breathing avoid eye contact agitated in presence of staff frantic at the notion of touch day 2 patient refused solid food nasogastric forced feeding required serotonin antagonist administered to reduce nausea اتوقع and vomiting patient restrained for bathing and feeding and prepared for treatment room accordingly progressing manufactured oxygen bubbles. Okay سجلت D2 صراحة تعودت على القتال وعاجبني طريقة القتال في اللعبة. ايه قبلها اوه دقيقة رايت لافت رايت بس كم الرقم وانا بديت ادوخ مستشفى كبير مرة. مفتاح F1 inner ward. F1 وين وين F1 أو 1F. ما مو موجود هنا أصلا الخريطة. غرفة الأشعة هذي والله انفنتوري يبغوا ايتم هنا بعد. دكتور اندروز we delivered the radiographs you requested however it looks like the file was incomplete as one of the pictures was nowhere to be found we will send somebody as soon as we locate it let me know if you're needing anything else. يبغون احط هذا. هذه جمجمة. لحظة 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 وش صاير هنا؟ دقيقة دقيقة يبغون نرتبهم. نخليه الحين ونروح نشيك على الاشياء الباقيه ونرجع بعدين. ها
خلينا نروح للحين الطابق الثاني او الاول من هذه الجهة. اوف كورس ما يمدينا نروح الطابق الاول من هذا الدرج ولا حتى البيسمنت. هذا ما كان مفتوح صح؟ At last she was there. بما ان هالاعداء موجودين يعني انا في المكان الصحيح. Inner world. اوكي هذا هو. قسم جديد كلي عشان نستكشفه. This case bears a disturbing similarity to a situation that took place in the facility a few years back. The patient was admitted on a court order but with the consent of his remaining family. His condition appeared to be improving for the first few weeks. The administered medications paired with individual sessions with a psychologist and art therapy elevated his ovulation and anhedonia and social withdrawal. There was no reason for concern. They didn't even know anything was wrong until the night guard reported one of his keys was missing. When they found out, it was already too late. Keypad combination. هذا حق الفوق غرفة الم... لا ايه flip. And also the new keypad combination from the found in the هذا الدكتور lounge. هذا الدكتور office. فتح هذا الباب.
مقفل. شو الممر هذا؟ انفجر هذا الباب ينفتح. فازي او يودينا للصيدلة. صيدلة صيدلية. احتاج حاجة زيادة عشان استخدمه. اوكي هنا نستخدم الابرة. Another incident with 50, he got out of the pool and made a break for the garden, cutting himself wide open in the process. Thank God I was still here. He was completely manic, screaming, had ordeals hold him down, barely managed to stitch him up. He's back in his room for sedated, black and sedated, and Mardola. Oh. أبغى أطلع برا. لا نروح نشيك على الغرف الباقية تاني نطلع برا. خلنا نشيك على الغرف الباقية. نايف فتحنا الاختصار هذا. ما في شيء هنا. لازم نلف ونروح رست روم بانتري كيتشن كافيتيريا. ما ماتت؟ ما ماتت؟ موتي. المطبخ ده ممكن؟ مولد ريموفر. It's in the walls deep inside. The mold remover gets rid of it for a while, but then the thing reappear in the exact same spot. We need to get in there, break it all down if we have to, or root it out.
وين احنا الحين؟ كافيتيريا. كده رجعنا الى البداية. باقي الستورج والرستروم ما شيكت عليهم. كده خلصنا هالجهة، باقي هالغرفة دي اللي بدون اسم. اخذنا عندنا ايتم درين، نروح نشيك اذا نقدر نسوي شيء بعد ما اخذنا الكروروس ما ادري ايش يسموه. اوه نقدر نسويه بس نبغى نحتاج حاجه ثانيه. اوكي خلينا نطلع دقيقه، خلينا نطلع برا الان بما ان شيكنا على هالش اسمه. لا انسى اني بدي اطلع برا. الله الله على المطر. البيت الأخضر حق النباتات. البركة. إسعافات أولية في كل مكان في المستشفى فاضي. عندنا بعد حاجة ثانية بديت ادوخ انا. جيمس هدي ايش فيك خايف؟ ميديكال تيوب. دقيقة خلنا نحاول نسوي. خلنا زي ما قلت نسوي نشوف اذا شيء يندمج مع شيء. زي هذا كومباين مع هذا. لا ما ماوس. لا كي ايتمز كومباين مع هذا. اها اوكي خلاص خلاص خلاص. الحين لو جينا كذا اوكي. اتوقع بيعطينا مفتاح. مينتنس كي صيانة.
Oh, فتحت. Nice. Oh. They feed me garbage and rotten meat, crawling with maggots, thick with sinew. They make me bite down, the juices are red and yellow, hit the back of my throat. I choke, I gag, and I vomit till my throat is sore. An eight-inch throbbing tube of flesh, I push it all out, but I still taste it. They feed me in filth and blood and piss and bile. They gently rub human waste all over my body. My skin itches. It feels off like wet paper. I beg them to stop. They don't listen. And then they lock me up with him. He's always there, closer each time. And the rod, it comes with him. It goes within. It becomes me. وش استفدت انا يوم فتحته؟ اوكي الاكس واي. مولديش الوان ما فتحت انا لا ايش مسكر؟ الآن خلينا نروح لغرفة الإكس راي عشان نحاول نحل هاللغز. ها؟ لحظة ما أقدر أستخدمها. أوه. نظفنا الصورة. أوكي. نايس اول صورة بحطها مكانها. اوه نايس اربعة أربعة ويشو لحظة هنا في غرفة فيها رقم صح؟ أو عليها قفل أربعة بحاول مرة زيادة إذا ما استوى بروح لغرفة الميتننس اوكي اوكي اربعة
شو الرقم الثاني؟ 4 37 12. سجلها في الورقة. اوكي حليناها حليناها. ايش كتبت؟ 4 37 12 مو 11. اوكي 1 2 3 4 ثاني شو اسمه 37 ثاني 12 نايس. اوكي سرير. وش فيه سرير؟ في قطعة ال على شكلها مات قطعة اليد الثانية او السوار الثاني اللي في الرقم. trophy bracelet. اوكي إذن لو شفنا خلصنا خلصنا examine room number 4. هذه فتحناها دخلناها اقصد. اوكي لي فوق لحد الان ما عندي المفتاح صح بس اتاكد. المفتاح مو حق هالباب. اوكي doesn't look like something that could open a door. زين اني قريته مكتوب انه يفتح شو اسمه حق البركه. اوكي اوكي هذه هي البول. اوكي قربنا الماي. هذا عنك بتقول ما طلع منك بعدين. اوكي غصب يبغوهم يقوموا يقتلوني. واي اي السوار الثالث. الحين نقدر نروح لمكتب الدكتور ونستخدم السوارين. بوم اتوقع صح. كده صح يمكن لتحت مو صح. اوكي مفتاح هذا اعرف العلامة ستورج. وينه وين 92 45 71. ليش احط الرقم عشان سيف نح دقيقة. اوكي ستورج روم كي. وين هالغرفة ستورج كي؟ ما ادري وين هالغرفة انا صراحة. هادي 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 صحيح هادي. اوكي نايس. nice.
There you go. Harder. Hina. Harder. La. Harder. Hina. No? الا هذا هذا اللي اسويه هذا الحين. نايس. اوكي. هذا هو الترتيب. واحد. اوكي. سجلهم. واحد اثنين ثلاثة اربعة. اوكي. دقيقة دقيقة. جيمس عزيزي. اوكي عدل عدل. من واحد الى تسعة. هذا الزر. وانا ارتبهم والله ايش السالفة. موف. اوه دقيقة الرقم كم قال؟ رقم شو اسمه؟ 92. 92. كم التسعة؟ تسعة المثلث. تسعة المثلث والاثنين هذا اوكي. تسعة المثلث. اثنين هذا تالي 45. الأربعة السهم والخمسة الدائرة. الأربعة السهم خمسة الدائرة 71. السبعة اللي في قرنين والواحد الدائرة 71. قرنين. اوكي. روف توب. اوكي. حصلنا مفتاح السقف. ماذا السطح. او السطح. ورقم May 9. Wayne stared out the window all day, peaceful here, nothing to do, still not allowed to go outside. May 10th, still raining, talked with the doctor a little. Would they have saved me if I didn't have a family to feed? I know I'm pathetic and weak, not everyone can be strong. May 11th, rain again, the meds made me feel sick today. If I'm only better when I'm drugged, then who am I? May 12th, rain as usual. I don't want to cause any more trouble for anyone, but I'm a brother either way. I'm a bother either way. Can it really be such a sin to run instead of fight? Some people may say so, but they don't have to live in my shoes. It may be selfish, but it's what I want. It's too hard like this. It's just too hard. May 13th, the doctor came in today. He said that I'll be released soon. That's it. That it's time to go home. I should be happy, but I'm afraid. I'm so afraid. It feels like something's about to happen, like the last gasp of air before the plunge. But deep down, I know it's too late to turn back. Oh,
Okay, Baromet's head. Ouch. وين ودانا؟ وين طيحنا؟ أوه نايس! مكان اللي في لورا. أوكي. جهة لورا المفروض في رسمة هنا. احنا الحين في القسم هذا. ايش حاطين في باب هنا؟ ما في باب نافذة يا حبيبي. جيمس عزيز افتحها. دوخنا انت يا جيمس. ايه خليني اركب السقف مرة ثانية باشوف اذا برمت هيد لاني ما قدرت المكان كامل. أباركه مرة ثانية يمديني أركب. ما يمديني أوكي. غرفة 13 دقيقة 11 مفتوحة. هذه غرف الاشخاص شو اسمه الماردين نفسيا. اي ايش هنا يا جماعة تطلع يسار. هذا المكان المفروض موجودة فيه اللورا. موسيقى الموسيقى الموسيقى. Fat cell. Big fat blabbermouth. Laura, why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? I just do. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. I won't. Please, just. I need to know. Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying! Laura, I'm sorry. Fine! Don't believe me! See if I care! Hey! Let go! I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. I'm fine, what? Just... زوجتها ما تزن ثلاث سنين okay. بس هي قابلتها قبل سنة. Fine. من كده عصب هو قال كيف. There's something I gotta get. Laura. It's important. What is it? A letter. From Mary. What? I hid it. In there.
this is where you left it? It's in the back. Behind an old pipe. Okay, wait here. In the back, what a babe! Check out the little bomb! Ha ha! Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. It's the magic word. Laura! Nope, that's not it. I guess I won't open it. Get me out of here, you little brat! In your dreams, bark face. Please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. Fart face. Laura! Fart face. La dude. Just shotgun. انزل وراويك. ها تقدر تشوفه فوق وين دور. على ان في اكثر من واحد بس في واحد هنا. بدي اجرب اضربه بالبيت بس اضربه من مرة. انزل. يا حمار. ارجع فوق مرة ثانية. ها
fight صراحة. شوف مكان الفم فين. تصاميم مقرفة ومرعبة في نفس الوقت. هذا اللي أذكر إنه في اثنين. Defeat the Flesh Lip. Flesh Lip. براثم المصارين اللي شو اسمه؟ ماري. ذكرياتها في المستشفى ممكن. وين الحين احنا في عالم الكابوس الكوابيس Nightmare World. ما عندي اي خريطة. اللي عندي خريطة. احنا في الطابق الاول الان. Patient number 3141, designation 298.9. Initial symptoms, hyper focus, current diagnosis, they can be fixed. Recommendation, stop at nothing. No turning back now. اوكي بوقف شو اسمه اللعبه هنا بما انه وصلنا شو اسمه اتوقع نص شو اسمه مكان مرحله المستشفى. ان شاء الله بكمل في الفيديو الجاي. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. ان شاء الله بشوفكم في الحلقه الجايه. مع السلامه.